حضرتك بتفضل لقب الدكتور ولا الشيخ؟ نجيبها من الآخر والحمد لله مصرحة. تطلع لي كارت؟ أنا أقوى من الكارت. إيه بقى؟ بطاقة الدولة. البطاقة. فحضرتك تتفضلي وتقري اللي فيها. وهنا درس مستفاد على فكرة. شوفي حضرتك مكتوب إيه في البطاقة؟ مبروك عطية. على ظهرها بقى. ذكر مسلم. والوظيفة يا فندم؟ أستاذ متفرغ. أستاذ. أستاذ. يبقى دي شهادة يعني من الدولة. بأن أنا إيه؟ أستاذ. يبقى لا أحب إلا الأستاذ الدكتور. يبقى الأستاذ الدكتور. طبعا. مش الدكتور. لأن يا فندم في بعد الدكتوراه بعشرة أعوام درجة اسمها الأستاذية.